عابرة للقارات. محمد بركات المتفوق المتألق المتقدم، الهدف الثاني في الدقيقة 45. حمل الكرة داخل منطقة 18 وبركات. ابيض يا بركات، سيب لقمه لغيرك يا بركات، مالك الحركات. كل سنة وانت طيب. واحد من لعيبة الجيل الذهبي في النادي الاهلي وفي منتخب مصر كمان، يعني دوري ابطال افريقيا وكاس سوبر، ويعني الحقيقة كاس افريقية، الحقيقة لاعب كبير جدا من الجيل الذهبي. كل سنة وانت طيب. قول له يا احمد كل سنه وانت طيب. هقول له بركوتا. طبعا لازم اقول له كل سنه وانت طيب. بركوتا ملك الحركات الزئبقي الحقيقه، لعيب خط نص من اللعيبه النادره، يعني الحقيقه مصدر خطوره دائم ومستمر ومتحرك في فريق النادي الاهلي الحقيقه، وذكريات كثيره جدا وبطولات اكتر الحقيقه. زي ما قالت ساره، احنا بنتكلم على 5 بطولات افريقيا، وده رقم كبير جدا. يعني اذا كان النادي الاهلي نادي القرن الافريقي قدر ان هو يكسب بطوله افريقيا 8 مرات، فبركات لوحده قدر ان هو يفوز مع النادي الاهلي ب5 بطولات افريقيه و3 سوبر، ويشارك في كاس العالم في اليابان، واعتقد انه كمان كان من ضمن نجوم المنتخب المصري اللي فازوا ببطوله افريقيا 2006. كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت بخير وصحه وسعاده. اعتقد انه واحد من اللعيبه اللي مش هينساها ابدا جمهور وعشاق النادي الاهلي على مر التاريخ.